ضمن فعاليات عكاظ الساقية السابع للشعراء الفصحى عقدت مناقشة حول أثر الشعر العربي في التوجهات الشعرية في أوروبا. الشعر العربي فيه ظاهرتين يعني لافتتين للنظر في علاقته بالشعر غير العربي. الشعر الفارسي مثلا في ظاهرة اسمها ذو اللسانين، الناس اللي كانوا بيقدروا يكتبوا أو يقولوا شعر بالعربي وبالفارسي بنفس الوقت، وده سببه معرفتهم باللغتين وبالثقافتين وحياتهم اللي هي كانت بين ثقافتين في وقت واحد، وانه الشعر بيستخدم نفس الموسيقى. الظاهره الثانيه انه من خلال الاندلس مش الشعر، الادب العربي كله زي الثقافه العربيه كلها مرت عبر فلتر الاندلس لكل اوروبا ولكل العالم، ونقلت معاها حتى الثقافات والحضارات السابقه عليها اللي هي شالتها معاها في طريقها الى الاندلس، فالثقافات اليونانيه والرومانيه وغيرها مما نقلته معها، واللي حتى عرفت بيه احفاد هذه الثقافات مره تانية بعد ما ضاعت منهم. ما نقدرش نتكلم بشجاعه عن تاثير واضح للشعر العربي على الشعر الاوروبي او على الشعر عموما الا في مناطق محدده. نقدر نتكلم عن ده في والناس اتكلموا عن ده في منطقتين مختلفتين وفي فترتين زمنيتين مختلفتين. في الفارسي فكرة ذو اللسانين اللي هو الشاعر اللي يقدر ينظم الشعر بالعربي والفارسي، بل انه بيطلع القصيدة الواحدة باللغتين. الحالة الثانية، الحالة اللي انا اشرت اليها قبل قليل من كلام المستشرقين الاسبان والباحثين العرب في فترة لاحقة في مطلع القرن العشرين من حوالي 100 سنة أو 99 سنة تقريبا، عن التشابه الواضح بين الموسيقى في الشعر العربي والموسيقى في الشعر الأوروبي اللي بتظهر في الموشحات الأندلسية اللي ممكن ندرسها بالطريقتين مع بعض. ادينا أفكار، بعض الصور، ادينا فكرة صورة، يعني صورة اللي راحت من المقامات العربية عن بطل المقامة الذكي الماهر اللي ربما نصاب وقادر على جمع الفلوس من الناس، وهي دي سابت تأثيرها وتم استغلالها وتوظيفها في مراحل لاحقة فيما يعرف بشعر التروبادور زيها زي مجموعة أخرى من الحاجات. احنا لما تأثرنا بالشعر الأوروبي بقى على الجهة الأخرى هنلاقي نفسنا أخذنا منه أشكال إلى حد ما ما نجحتش، لكن خدنا منه فكرة الحرية ودي اللي نجحت شوية وحققت اضطراد واستمرار ونجاح في التجربة، موجود من النص الأول من القرن العشرين لغاية النهاردة. هذا التجمع اللي هو السابع لعكاظ أنا شايف أنه في تطور مستمر، وأن هذا المهرجان أفرز للساحة الأدبية في مصر شعراء عظام بعيدا عن اللغط الذي كانت تسير المؤسسة الرسمية. هذا المكان أو سيد الصاوي جعل الكثيرين لا ينتظرون على دكة الاحتياط التي يصنعها المجلس الأعلى للثقافة أو المؤسسات الثقافية الرسمية، وجدوا متنفس في هذا المكان أن هم يقولوا أشعارهم بحرية. رغم صعوبة ترجمة الشعر إلا أن الشعر العربي كان له أثرا واضح في الأدب الأوروبي منذ الفتوحات الإسلامية في الأندلس وحتى يومنا الحالي. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.